أيد الأمين العام لتحالف عبير محمد تميم في بيان لها دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى عقد اجتماع وطني موسع من أجل قطع الطريق أمام تشكيل تحالفات مبنية على أساس التخندقات الطائفية. وأكد تميم أن دعوة العبادي ومعظم القوى السياسية هدفها تشكيل حكومة على أساس تحالفات سياسية ذات توجه وطني لبدء مرحلة جديدة، مشددا على رفضه إعادة العراق إلى المربع الأول من خلال تشكيل التخندقات الطائفية التي يسعى إليها البعض.